السلام عليكم ورحمة الله. لجنة التربية النيابية 1/10 موعد لبدء العام الدراسي الجديد. طبعا عاجل من لجنة التربية النيابية تقول يوم 1/10 هو موعد لبدء العام الدراسي الجديد. طبعا هذه فقط اللي قالت لجنة التربية النيابية حددتها، يعني هي لجنة التربية النيابية حددت موعد بدء العام الدراسي الجديد هو 1/10. فبعد وزارة التربية يعني ما نعرف تبقيه هو 1/10 أو ننتظر القرار من الوزارة أو بعد يعني تقدمه تأخره، فننتظر. قلنا لكم القرار وأي تغيير راح يحصل من وزارة التربية من لجنة التربية راح نزل لكم. المهم فهسه لجنة التربية النيابية تقول 1/10، فهو التعليقات تسائل يوم 17/9، يوم 23، يوم 24، يوم 25. فهسه حددت لجنة التربية النيابية 1/10، وقلت لكم إذا يحدث أي تغيير أو أي شيء من وزارة التربية هم نبلغكم به.